أكشاي ما عم يفهم. ليش ما عم يفهم إني بكون أمه؟ في سبب عم يخليني أعمل هيك، في شي غلط. شو بده يكون غير هيك لأرفض الزواج؟ ليش لأمنع بنتي تتزوج شاب منيح؟ قولي لي يا ماما شو أعمل؟ أعملي الصح، الشي اللي بناسبها. الأم مستحيل تعمل شي غلط لأولادها. كنت عارفاني إنه أكشاي غلطان، ما قدرت امنعه مع اني امه، بس ما رح خليكي تعملي هذا الشي. لازم تمنعي تشافي من انها تشوف فير. لو اضطريتي تحاربي حالي واللي بتحبيهم، لا تتخلي عن هي المعركة ابدا. ما رح نسمح لها تشافي انها تنأذى، مستحيل. أختي هي نفس المرأة؟ معقول؟ كانت تطلع نظرة واحدة فيني وتعرف شو حالتي. هي كانت رفيقتي الوحيدة بالأول، هي كانت تدعمنا كتير، وهلا هي شو مفكرة؟ إذا بعدتني عن فير وحبستني بهي الغرفة كمان، ممكن يروح هذا الحب؟ ما رح أسمح لها بهالشي. شافي سكتي بقى. شافي بعرف منيح بأنك بتحبي كتير لفير. فكري بالقصة، الماما كمان بتحبك كتير، يعني هي أكيد رح يكون معها دليل قوي ضد فير. هي مو مبسوطة لأنه عم تعذبك هيك أختي. آشا بس شكلها مبسوطة، وانتي ما توقعت هالشي منك. ديشا دايما بتوقف مع ماما، بس انتي عملتي مثلها. عينيها أحسن منكن، مع أنها مانا أختي الحقيقية، بس بتاكل همي. روقي شوي تشافي، شو عم تحكي؟ عن جد انت مفكرة انه نيها عم تهتم فيكي؟ اخر همي، روحي جيبي لي شنطة الاسعافات الاولية. ليش اختي؟ بدك تجيبيها ولا بدك تاخدي اذن ماما لحتى تجيبيها اختي؟ روحي. اشا راسي واجعني كتير عم قلك. ايه ماشي رايحة.